تواجه المستشفيات الإيطالية الموجودة في الصفوف الأمامية للمعركة ضد وباء كوفيد-19 جبالاً من المخلفات الطبية التي قد تكون موبوءة، كما الحال في مدينة كريمونا بمقاطعة لومبارديا شمال البلاد، حيث تضاعفت هذه الكميات في غضون شهر واحد. rispetto a prima sicuramente si sono raddoppiati barra triplicati i rifiuti speciali potenzialmente infettanti nel senso che abbiamo avuto settimane in cui sono anche stati triplicati una media in media raddoppiati nel senso che adesso stanno cominciando a calare quindi abbiamo chiesto alla ditta di intensificare i ritiri non abbiamo avuto problemi con la ditta. وقد جرى استصلاح قاعة في كل قسم لتخزين هذا النوع من المخلفات حيث يمكن للطواقم البقاء لساعتين كحد أقصى ويجري إخراجهم من هذه الغرف عبر ممرات خاصة تربط هذه القاعات بالطبقات السفلية تحت الأرض قبل نقلهم إلى مستودع خارجي وتمثل لومبارديا أكثر مناطق إيطاليا تضررا بوباء كوفيد-19 مع حوالي 13,500 وفاة أي نصف الحصيلة الوطنية.